السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، وموضوع بيهم شريحة كبيرة من السيدات ومن الرجال اللي هم عندهم زيادة في الوزن وعايزين يتخلصوا من زيادة الوزن. الموضوع هو عبارة عن 10 نصائح مهمة جدا وفعالة وسريعة للتخلص من الوزن الزايد بدون حمية غذائية. كتير من السيدات بيرغبن في إنقاص وزنهم لكن مش بيعرفوا لأسباب كتيرة، منها عدم التزامهم بالأنظمة الغذائية اللي بتحرمهم من تناول الأطعمة المفضلة لهم، كمان الصعوبة في الاشتراك في المراكز الرياضية نظرا لضيق الوقت عندهم. علشان كده هنقدم النهاردة بعض الإرشادات والنصائح الفعالة جدا اللي ممكن بتساعدهم وتساعد غيرهم في إنقاص وزنهم بدون الحاجة لالتزام أي حمية غذائية أو حتى رياضة عنيفة. يبقى موضوعنا النهاردة عن 10 نصائح لإنقاص الوزن بدون حمية غذائية. قبل ما نخش في الموضوع نحب ننوه على اللي عايز الموضوع الفيديو في صورة ملف PDF، كتيب PDF مجانا، ينزل تحت في وصف الفيديو، تحت الفيديو على طول مباشرة هيلاقي رابط يضغط عليه، ده رابط القائمة البريدية بتاعتنا عشان يشترك بالإيميل بتاعه. بعد الاشتراك في القائمة البريدية بنبعت له الكتيب على الإيميل بتاعه عشان يقدر يقراه أو حتى يبعته لأصدقائه أو يرجع ليه في أي وقت تاني. ندخل في الموضوع إن شاء الله على بركة الله ونبدأ 10 نصائح المهمة جدا لإنقاص الوزن بدون حمية غذائية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا شرب المية بكمية كبيرة، دي من أول النصائح وأهم النصائح اللي المفروض إن الواحد يتبعها. تشرب كمية كبيرة من الماء لا يقل عن 8 كاسات في اليوم، لأن المية بتساعد في ذوبان الدهون والشحوم بالجسم. لو كل سيدة أو كل واحد عايز يخفف وزنه يشرب 4 أكواب من المية الفاتر في الصباح. المية الفاترة مش مية سخنة ولا مية باردة، مية فاترة يعني وسط. أول ما يصحى من النوم على الريق ده بتنضف جسمه من السموم وبتنقص من وزنه بصورة سريعة جدا. تاني شيء معانا هو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر لو شربناه بعد الطعام بحوالي 60 دقيقة بيساعد على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية الزيادة والدهون اللي في الجسم، لأنه يعني بيحتوي على مادة الكاتشن اللي هي فيها اللي هي بتعمل كمضاد للأكسدة. تالت حاجة، حاول بعد الاستيقاظ من النوم ممارسة التمارين الرياضية اللي هي بتساعد على الاسترخاء وتمدد العضلات، لأنه بيساعد على تنشيط الدورة الدموية وبيساعد على محافظة ليونة الجسم. حاول تتحرك كتير قدر المستطاع، ما تحاولش تجلس. لو انت حتى جالس في مكتب حاول كل نص ساعة أو كل 20 دقيقة تمشي 5 دقايق. لو انت هتطلع سلم او هتطلع في الاسانسير لا اطلع سلم احسن. لو انت قريب من المكان بتاع شغلك حاول تمشي وسيب السيارة، ما تركبش سيارة. يعني حاول على قد ما تقدر تتحرك كتير. خامس حاجة، حاول تتناول خل التفاح اللي متداوب في المية. هات معلقة خل التفاح حطها على كوباية مية واشربها يوميا صباحا او بعد الاكل. ده بيساعد على هضم الدهون وبيساعد على التخلص من الدهون اللي داخلة في الجسم عن طريق الاكل. حاول تقلل من الوجبات السريعة اللي هي بتحاول اللي فيها دهون كتير وفيها سعرات حرارية كتير. يعني بدل ما تستخدمها او بدل ما تتناولها 2 مرات في الأسبوع و3 مرات يبقى 1 مرة في الأسبوع او حتى 1 كل أسبوعين. من الحاجات المهمة جدا انك تحدد الأوقات اللي تتناول فيها الغذاء، لان ده مهم جدا وبيساعد في منع زيادة الجسم وبيحافظ على نظامك في الغذائي يوميا. حاول تكون معتدل في الأكل، بمعنى انك تناول الطعام بكميات معتدله واترك مساحه للاكل، مساحه للشرب، مساحه للتنفس، زي ما رسولنا الكريم امرنا بذلك، ثلث للاكل، ثلث للنفس، ثلث للميه. حاول تقلل من الحلويات والسكر في الاكل. فالسكر من الحاجات اللي بتزود السعرات الحراريه والحلويات طبعا بتزود السعرات الحراريه. حاول تشرب الشاي والقهوه عن طريق ما تحط فيها معلقه سكر واحده بس، وحاول تستبدل الحلويات بالفاكهه. من الحاجات المهمة جدا برضو انك ما تتناولش الطعام قبل النوم مباشرة، او افضل عدم تناول وجبة العشاء. وجبة العشاء من اكثر الحاجات اللي بتزود الوزن، يبقى قبل ما تنام ما تحاولش تاكل، او حتى تاكل قبل ما تنام ب3-4 ساعات علشان يكون الاكل اتهضم. ممكن تناول شيء خفيف جدا لغاية قبل النوم، ان ده ممكن يساعد على عدم هضم الطعام بشكل جيد وبيؤدي الى زيادة وزن الجسم لتراكم الدهون والشحوم فيه لو انت اكلت قبل النوم مباشرة. ده ال10 نصائح اللي احنا اتكلمناهم، ونحاول نلخصهم بسرعة. ال10 نصائح اللي بتساعدك في تخفيف الوزن بدون حمية غذائية: شرب المية بكمية كبيرة، شرب الشاي الأخضر بعد الأكل بساعة،
ممارسة التمارين الرياضية وخصوصا تمارين الاسترخاء في الصباح، حاول تتحرك كتير وما تقعدش مدة طويلة، حاول تتناول خل التفاح المدايم في الماء بعد الطعام أو في الصباح، حاول تقلل من الوجبات السريعة، حدد وقت اللي بتتناول فيه الأغذية، وما تاكلش لغاية ما تملى معدتك، كن معتدل في الأكل، وقلل من الحلويات والسكريات، وحاول تمنع وجبة العشاء أو تتناول الطعام بكمية قليلة جدا قبل النوم، وما تتناولش الطعام مباشرة قبل النوم. زي ما قلنا لكم، إذا حابب تحصل على الفيديو ده في صورة كتيب PDF تقدر تقرأه، تقدر تحتفظ بيه، تقدر ترسله لغيرك، حاول تدخل على وصف الفيديو اللي موجود تحت الفيديو، هتلاقي فيه رابط موجود في الأول خالص، اللي هو رابط القائمة البريدية بتاعتنا، اشترك فيها واحنا بنبعت لك الملف في صورة PDF، تقدر تقرأه في أي وقت وتقدر تحتفظ بيه، وممكن تقدر تبعته لأصدقائك. وكده يكون انتهينا من موضوع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.